بالنسبة للتحدي الثالث حبايبي، طبعاً أنا هحل منه ألف وتحلوا أنتوا إن شاء الله باء. السؤال بيقول: سكب ماء كل قارورتين في الوعاء المدرجي اللي موجود أمامنا بجانب كل منهما، أرسم مؤشراً يدل على مستوى الماء في كل وعاء ثم أقارن إجابتي بإجابة زميلي. يعني تخيلوا عندي هذا الوعاء المدرج وعندي معاه قارورتين وعندي وعاء. مسكت القارورة الأولى هي 400 ميل وصبيتها، ورجعت أخذت القارورة الثانية 140 ميل وصبيتها. طيب وين رح يوصل الماء؟ عند أي مؤشر الماء رح يوصل؟ أكيد رح يوصل عند مجموع القارورتين، تمام؟ لأنه أخذت القارورة الأولى وصبيتها، وبعدين أخذت القارورة الثانية وصبيتها، معناها مستوى الماء رح يوصل عند كمية أو عند مجموع القارورتين سوا. فعشان أعرف وين رح يوصل، هو طالب مني أحدد وين رح يوصل. رح نجمع حبايبي الكمية اللي في القارورة الأولى زائد الكمية اللي في القارورة الثانية، يعني 140 زائد 400 ميل. طبعا أنا جمعتهم هيعطيني 540 ميل، فأنا حاجي هون وأؤشر عند 540 ميل. طبعا بدي أحكي لكم إيش هون حبايبي، إحنا هي 540 حتكون بين 500 و600. هلا في منكم حيستغرب يقول لي: مس طب احنا بس عامل لي من ال 500 لل 600 كم؟ 5 قفزات، تمام؟ 5 قفزات وبينهم 100، هذا معناه على انه كل قفزة عن 20 يا رابع، عن 20. كيف يعني؟ يعني هون لانه شوفوا مس، هاي 1 2 3 4 5، هتقول لي مس 5 قفزات و100 بينهم، لانه من 500 ل 600 في 100. لو اجينا قسمنا المية على 5 بيعطيني 20. فبدي اقول لكم اياه، بما انه من ال 500 لل 600 في 100 وهو عاملهم على 5 قفزات، معناها القفزة عن 20. يعني هون شايفين هاي حتكون 520، تمام؟ اللي هون هاي 540، تمام؟ وهكذا، يعني كل مرة بنزيد 20، وهاي حتكون 560، واللي هون حتكون 580، وكمان 20 وصلنا عند 600. اذا بما انه بينهم 5 قفزات، معناها كل قفزة عن 20، يعني هاي 500، هاي 520، هاي 540، 560، 580، وكمان 20، 600، تمام؟ اذا وين حتكون 540؟ قلنا هاي 520 هون، ال 540 بهون بهذا الاتجاه. هرسم اياها بالقلم الازرق علشان تكون واضحه امامكم. اذا في طبعا بالمسطره انتوا احسن يا رابع تعملوا لي اياها، تمام؟ علشان تكون واضحه. فحتكون هون حبايبي ال 540، قلنا هون ال 500، تمام؟ 520 هون، ال 540 وحسطرها بهذا الشكل، تمام؟ إذا هون 540. بقى سهل، نفس المبدأ، عندكم قارورتين كل واحدة ساعة، اجمعوهم شوفوا المجموع وبعدين حددوا لي مكانهم على الوعاء المدرج. هذا كان كل شيء بالنسبة لدرسنا حبايبي، يعطيكم ألف عافية.